بسم الله الرحمن الرحيم. تأصيلا منا لانتمائنا الثقافي والحضاري بقيمه العربية والإسلامية، واستلهاما من تعاليم الإسلام السمحة ومقاصده المعتدلة والمتفتحة وقيمه الإنسانية، واعتمادا على رصيدنا الحضاري وترجمة لرغبتنا في دعم الوحدة الوطنية بتأكيدنا على ضرورة إحياء مفاهيم الأخوة والتكافل والعدالة الاجتماعية، فإننا نقدم لكم ترشحنا باسم حزب الأمان قائمة تطاوين ورمزها المربع. أنا سعد بوعيش أترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب، وأملي كبير في نيل ثقتكم، لأن تطاوين ما عندهاش قرار جهوي مستقل، لا في الأحزاب على مستوى سياساتها ولا على مستوى السلطة المحلية، وعلى هذا نطمح باش تكون عندنا سياسة جهوية فاعلة وقوية وقرار مستقل اللي من غيره ما نجموش نحقق تشغيل وتنمية. ولكم مثال ما حدث على مستوى استحقاقات الجهة بعد الثورة، غاز الجنوب ومعبر مشهد صالح ومعمل الإسمنت وغيرها. وأنا ترشحت وأنا نؤمن بحق تطاوين في بيئة نظيفة ومناخ سليم. الحق في الحياة ضروري، خاصة أن الدولة تتوجه لاستغلال غاز السيشت في تطاوين، وما ثماش يكون يدافع على الأمر هذا، وأنا أتطوع لأدافع على هذا. وأنا ترشحت إيمانا مني بحق تطاوين في بنية تحتية، لأنه من غيرها ما تحققش تنمية. وأنا ترشحت لأني نؤمن بحق تطاوين في جذب الماء من الصحراء، وهذا ممكن ماديا وقانونا على معنى الفصل 44 من الدستور ممكن. وأنا مؤمن في حق تطاوين في منظومة طبية متطورة، لأن المرأة ولا تتوفى على ولادها، ولا المريض يفقد البصر لأنه ما عندهش إمكانيات مادية باش يتنقل. وأنا مؤمن اللي حق تطاوين ثابت في التمتع بجزء ثرواتها الجهوية، وهذا مش صعيب مدام الدستور نص على ذلك في الفصل 136. وأنا نؤمن في حق تطاوين في أنها تكون مدينة رائدة في الثقافة والسياحة، لأنها تتمتع بموارد حضارية وتراث ضخم، وهذا يضمن دورة تنموية يمكن من استثمار تمكن من الاستثمار في مجال الفلاحة البيولوجية والصناعات التقليدية وصناعة الإنتاج الفني السمعي والبصري، والتجربة ما كانتش سيئة مع فيلم حرب النجوم. هذا بعض من طموحاتي التي حاولت أن أترجم فيها طموحات أهالي جهتي، طموحات تتطلب دعمكم وثقتكم، يد واحدة من أجل تطاوين، يد واحدة من أجل أبنائنا. وأنا كلمة واحدة نجم نقولها، اللي أقسم بالله أن تكون مصلحة تطاوين فوق مصلحة حزبي، والعزة لتونس.